هذه مشاركة مهمة جدا لأن نقطة تحول في تاريخ مجموعة صلاة. في فبراير هذه السنة تم تغيير العلامة التجارية من مجموعة صلاة إلى إيان، بعدها فترة تم تغيير العلامة التجارية لشركة اتصالات إلى اتصالات من إيان. هاي نقطة تحول ترمز إلى تحول الشركة من شركة اتصالات إلى شركة تكنولوجيا رقمية. ما معناه اليوم أن هذه الشركة تقوم بتوفير كافة منتجاتها في قطاعات ليس فقط قطاع الاتصالات وإنما قطاعات أخرى رقمية، مثل قطاع التعليم الرقمي، قطاع الصحي الرقمي، قطاع الخدمات المالية الرقمية، قطاع التنقل، قطاع انترنت الأشياء، وقطاع الذكاء الاصطناعي. كل هذه قطاعات رقمية اليوم تساهم في تعزيز نمط حياة المستخدمين وتساهم في تسهيل حياتهم، سواء كانوا مستخدمين، سواء كانوا أفراد مؤسسات أو من القطاع الحكومي. التحول الذي صار في المؤسسة كان تحول جدا ناجح، والمنتجات الموجودة اليوم على أرض الواقع تثبت هذه المنتجات من منتجات وتطبيقات رقمية وغيرها في مجال تقنية المعلومات. اليوم إذا رأينا من ناحية توسع الشبكة في دولة الإمارات، التوسع اليوم له الحمد، شبكة الجيل الخامس تغطي أكثر من 95% من المناطق المأهولة في الدولة، تتكلم على 1.8 مليون مستهلك مشبوكين على شبكة الجيل الخامس في الدولة وبسرعات 3.1 جيجا بيت بير سكند كأفريج سبيد. تتكلم اليوم عن نسبة 4G واصلة تقريبا 99.7% من ناحية الكفرج في الدولة. كل هذه اليوم الإمكانيات والاستثمارات اللي تم فيه على أرض الدولة، هذا الاستثمار تمكن خدمات الجيل الآتي من الخدمات التقنية والرقمية. مثلا إذا موضوع الشبكات واليوم خدمة الشبكات الخاصة أو الـ Private 5G Network، هذه خدمة مهمة اليوم ومستقبلية، ممكن توفر شبكة ذات خصوصية وشبكة ذات latency أو سرعة ترددات عالية، بحيث أن تمكن عملية توفير خدمات المدن الذكية أو the smart city. كيف اليوم عندك الانترنت ثينجز او السمارت ميترينج محتاجين شبكه خاصه وذات تردد سريع وتردد وبخصوصيه معينه للمعلومات، وهذه الشبكات اليوم يمكن توفيرها من خلال شبكات الجيل الخامس او البرايفت 5G نتورك. فاليوم الاستثمار اللي تم مأهلنا ان ندخل المرحله الاتيه وفعلا نكون شركه تكنولوجيه وشركه رقميه باعلى يعني المستويات. التوجه اليوم تركيز اينما مستهلكينا واينما يكون مستهلكينا يردون ان نذهب. اتصالات كانت اول شركه اطلقت خدمه الانترنت ذات النطاق العريض في المنطقه، اول شركه اطلقت خدمه ال 3G ال 4G وسنه 2019 ال 5G. اليوم تم إعلان إطلاق خدمة الميتافيرس وبشكل تجاري أول شركة تكنولوجيا في المنطقة تطلق الميتافيرس الخاص بها، شركة اتصالات وتكنولوجيا في المنطقة وتطلق خدمة تجارية الميتافيرس في المنطقة كانت شركة إيان.